النواب اللي هو اتى لاول مره في تاريخ مصر الحديث ان يجي مجلس نواب باراده شعبيه. من العيب ومن العار ان يقال على المجلس وخصوصا اللجنه التشريعيه ان احنا بنساهم في اهدار حجيه الاحكام. هذا لا يليق بمجلس النواب. احنا بصدد حب اتعرض علينا بقصد او بدون قصد ان احنا بصدد لاول مره في التاريخ نسمع ان في حكمين محكمه النقض بتصدر حكمين متعارضين. اعتقد ان دي سابقه لا مثيل لها. لاول مره في التاريخ يقال على محكمه النقض انها بصدد حكمين متعارضين، وهذا ما ننزه به او ما ننزه به محكمه النقض. انا النهارده عرض على مجلس النواب قضيه ما، مجلس النواب ممثلا في رئيسه احال هذا الموضوع الى اللجنه التشريعيه لتقول فيها رايها ايهما جدير بالتنفيذ. قرار الاحاله من مجلس من رئيس المجلس، قرار الاحاله من رئيس المجلس للجنه التشريعيه لبيان حاجه واحده، اي الحكمين واجب التنفيذ. هذا هو قرار الاحاله. احنا بنبحث ملناش علاقه. مرتضى بيه اخونا واحمد بيه مرتضى اخونا وابننا ماشي، وعمرو الشرطي احنا لسه لم يكتسب صفه النيابه لحد اخونا برضو على عيننا وعلى راسنا. انما انا عايز اقول بعد اذنك يا مرتضى بيه، انما انا عايز اقول النهارده انا كلجنه مكلف بايه؟ بالبحث عن ايهما اولى بالتنفيذ. انا مكلف بحاجه غير كده؟ اي الحكمين